عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوج جديد، مسيوات ليلى الاميريه. سمحوا لي الا كنسيوكم. صلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. هنايا غتمشيو معنا عراضه عند خالتي ملكه العطي، الف الف مبروك زياده يوسف عند خالد ولدها او معروف بكريميسه، تبارك الله عليهم، الله يقوي الخير. راك تصورت لكم العراضه ديال العرس، كان درت دجاج عاد ثاني وكسكسو، تدابا دجاج وكسكسو. غتبعوا معنا الفلوج. الف الف مبروك خالد وخالتي ملكه، وتحيه لفاطمه ايطاليا ما حاضره بنتهم ليها ولعائلتها، ومرحبا بكم. تبارك الله على سعاد طيابه وعلى الحضور على رصيده. المهم تبارك الله على كل من حطت ايديها وكل من طيبات كل من وقفات، الله يثبت لها الاجر. تبارك الله جات الدجاج كيحمق كيسهي النيت دغميره، يا سلام تبارك الله عليهم، الله يعطيهم الصحه. انا وصلت لقيتهم الخضار تخفينا وخفات على كل شيء، ما صورت المائده ديال قبل الغدا ودرنا الكوتي لقيتهم يد بابي تعطلت ولي من الحرقوس الحنان. هنايا لقيت واحد من العدد ديال بن عمير تبارك الله عليها، الله يعطيها الصحه. الخبز وراشيده لقيتهم كيقدوا الدجاج كيقدوا، وسمحوا لينا وقبلوا علينا يسهلكم ويقول له وراه كنديوكم معنا فين ما نسيرو باش كنديوكم معنا. اول مره كنشوف الدجاج ولايك كابوني صراحه جواع. هنا الكسكسو تبارك الله ربع كميره، صارين غير حطوها فوق الدجاج، حطوا الفايتين يعطيهم الصحه صراحه، الله يعطيها الصحه والله يكبر الكسكسو جميعا، والله يفرحها في وليداتها، والله يفرحنا في وليداتنا ووليداتكم جميعا، والله يعاوننا ويعاونكم، وكل الله يعاونوا مع عائلته، والله يشافينا ويشافيكم في امان الله ورعايته. مع بقيه الفيديو هنا غطاو الكسكسو باش يبقى سخون، وتابعونا الفلوق الاخير في امان الله ورعايته. الف الف مبروك الولد خالد يوسف. يا ليلى وصلت على نبي،
حمادي.